ناس كتير بتسأل كابوس الكتكوت الأبيض ده هينتهي إمتى، وهو اللي بيحصل في أسعار الكتاكيت ده حقيقي ولا كابوس وهنصحى نلاقي الكتكوت ب 20 جنيه عادي؟ هو إيه اللي بيحصل؟ تعال أقول لكم إيه اللي بيحصل. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. النهاردة 1/10/2024، حلقة أسعار جديدة، كملوها معانا للآخر. أسعار مختلفة وتغيير في السوق النهاردة. ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى قبل ما نبدأ الحلقة. ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بإيديكوا ويخلوها شاهد لينا يوم القيامة. أي حد من إخواتنا المبتدئين عنده دورة تسمين، المتابعة معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد. أي حد عنده أي سؤال يكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو وبرد على معظم أسئلة حضراتكم قدر المستطاع. طيب إيه بقى اللي بيحصل النهاردة في أسعار الكتاكيت؟ بصوا يا جماعة، من الآخر كده شركات الكتاكيت فرضت الأسعار على السوق، سواء أسعار الكتاكيت، أسعار الأعلاف، المنتج اللي هو الفراخ البيضة. يعني من الآخر كده كل حاجة بقت في إيد الشركات الكبيرة والمحطات ورؤوس الأموال. أسعار الكتاكيت مكاسب بالهبل، يعني تحدي من الشركات للمربي الصغير. طول ما أنت مصر تفضل معانا في السوق، إحنا بناخد مكسبك في الدورة مسبقا. يعني اللي هيطلع لك في دورة تسمين إحنا بناخده منك فرق سعر كتكوت. طيب حد هيقول لي طيب ما هو الفراخ هترفع. اي نعم الفراخ هترفع وكل حاجة، حتى لو ده حصل يبقى ربنا كرمك. اما بالنسبة لو ده ما حصلش واسعار الفراخ نزلت، هما بالنسبة لهم ما عندهمش اي مشكلة خالص. ليه بقى؟ لان الكتكوت اللي حضرتك النهاردة بتاخده متوسط 50 جنيه، لا هو مكلفه 15 جنيه. يعني حتى لو باع الفراخ البيضة الكيلو ب 60 و65 جنيه ارض مزرعة هو كسبان. فمن قصدي ايه؟ فهم هنا حاطين يعني المربي الصغير فوق راسهم. طول ما انت مصر تفضل معانا في السوق وتزحمنا في السوق اعتقادا منهم ان المربي الصغير يعني العدو الاول والاخير ليهم، هم حاطينك برضو في دماغهم ومش عايزينك تبقى معاهم في السوق. بمعنى هم عاوزين يحتكروا السوق كله، هم أصحاب الأموال، هم أصحاب شركات الكتاكيت، هم أصحاب شركات الأعلاف، هم برضو أصحاب شركات الأدوية، هم اللي بيطلعوا المنتج وعاوزين يبقوا متحكمين فيه. يعني لما حضرتك تخرج الإنتاج هيقل، يبقى كل حاجة في إيديهم، يبقى المستهلك تحت. يعني مش عارفة أقولها لكم إزاي، ولكن هيبقوا هم المتحكمين في السوق الأول والأخير. يعني يطلع كيلو الفراخ يبيعه لك زي ما هو عاوز كمستهلك. خلي بالكم يا جماعه، اللي بيحصل دلوقتي ده هيعمل مشكله كبيره جدا جدا في صناعه الدواجن، لان الناس اللي مش بتقدر تسكن الكتكوت النهارده بالسعر ده بعد ارتفاع كمان الاعلاف والادويه والتكلفه العاليه اللي هتبدا تدخل عليها كمربي صغير النهارده في الشتاء، حضرتك هيبقى عندك تكلفه عاليه جدا. الناس دي كلها يا جماعة بتخرج من الصناعة، وصدقوني الصناعة هيحصل فيها مشاكل كتير جدا، لان ما تستهونوش ابدا بالمربي الصغير. المربي الصغير ده عليه عامل كبير جدا جدا في ضبط السوق بالنسبة للمنتج اللي بيخرج للسوق. خلاص تعالوا بقى نعرف كل اسعار النهاردة. بالنسبة لاسعار الاعلاف فيها ارتفاعات للأسف. امبارح واول امبارح قلت لحضراتكم اللي عاوز يدخل كتكوت يدخل كمية العلف بتاعته علشان الأسعار هترفع. بالنسبة للأعلاف فعلا رفعت النهاردة من 500 ل 1000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت مازالت ثابتة على أعلى ارتفاع، ومفيش أي نية إن هم يرجعوا خطوة لورا وينزلوا الكتكوت جنيه واحد لإخواتنا اللي بيسألونا. خلاص أما بالنسبة لأسعار البيض برضو ثابتة على الارتفاع. تعالوا بقى نعرف كل الاسعار النهارده. ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، حطوا لايكات كتير للفيديو علشان الناس كلها تعرف الاسعار الحقيقيه والفعليه. وكمان اللايك اللي حضرتك بتحطه بيشجعنا، بيبقى يعني كانها كلمه تقدير منك كده لصاحب المحتوى، علشان ان احنا ننزل لك حلقه اسعار جديده كل يوم باللي بيحصل بالظبط في السوق. صلوا على الحبيب مصطفى ولايكات كتير، ولو لسه مش مشترك هيفوتك كتير، اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل علشان لما ننزل اي فيديو يبدا اليوتيوب يبعت لك اشعار بيه على طول. يلا بينا، ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى. الباط البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120، المسكوفي ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو،
المولر أرض المزرعة 95 والمحلات 105، الفرنساوي أرض المزرعة 75 والمحلات 85، الحمام البلدي أرض المزرعة 140 والمحلات 150 جنيه للجوز، السمان 80 جنيه أرض المزرعة والمحلات 90 جنيه للجوز، الروم البلدي الأسود أرض المزرعة 115 والمحلات 125، الروم الأبيض أرض المزرعة 95 والمحلات 105، الأرنب أرض المزرعة 115 والمحلات 125 جنيه للكيلو، الفراخ البلدي أرض المزرعة 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو، الرزي والفيومي أرض المزرعة 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، الساسو أرض المزرعة 92 والمحلات 110 جنيه للكيلو، أمهات الساسو أرض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو، أبيض بياض أرض المزرعة 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو، أحمر بياض أرض المزرعة 75 والمحلات 85، أمهات الفراخ البلدي أرض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو، أمهات الفراخ البيضة الغبرد الكبيرة أرض المزرعة 76 والمحلات 88. أما بالنسبة لأسعار الفراخ النهاردة، ارتفاع أرض المزرعة 77 والمحلات من 85 ل86 جنيه في المحافظات الكبيرة. أما عن أسعار الأعلاف النهاردة، للأسف بداية الارتفاع، الطن رفع من 500 ل1000 جنيه في بعض الشركات، الطن بيتراوح من 20 لل22800، العبوة والطاي في المحلات 25 كيلو، 535 بادي السوبر، 530 نامي، 525 ناهي، والكيلو قطاعي بيتراوح من 23 ل24 جنيه. الردة العبوة 25 كيلو 405، الدقيق العبوة 25 كيلو 395، رز بلدي عريض العبوة 25 كيلو من 640 ل650، رز بلدي رفيع العبوة 25 كيلو من 620 ل630، أما عن المكرونة العبوة 10 كيلو من 190 ل180 جنيه. أما عن أسعار البيض النهاردة، الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 168 والمحلات المستهلك 178، أما عن الطبق البيض الأحمر من التجار للمحلات 170 والمحلات للمستهلك 180 جنيه للطبق البيض الأحمر. أما عن البيض البلدي النهاردة، من التجار للمحلات 160 والمحلات للمستهلك 170 جنيه للطبق البيض البلدي. أما بقى عن أسعار الكتاكيت النهاردة، للأسف ارتفاعات بدون سقف، والشركات مش رحمة المربي، وكأنها واخدة يعني عهد على نفسها بالتحدي مع المربي، ينا ينت في السوق. البط المولر المحلي 65 جنيه، للكتكوت عمر يوم، الفرنساوي 35، شريفان 30، البكيني 31، البيور 45 جنيه، مسكوفي مخلط 59 جنيه، المسكوفي الار 41 64 جنيه، رومي بلدي اسود 55 للكتكوت عمر يوم، رومي برونزي 55 للكتكوت عمر يوم، سمان من 7 ل10 على حسب العمر. اما عن الجميزة البيور النهاردة، اللحم 28 جنيه، جميزة بياض من 20 ل22، فيومي بلدي 13، رزي على وشه 24، رزي فرز ديوك 28 جنيه، رزي برابر من 19 ل20، ساسو جلتاني من 21 ل23، ساسو شفر مزارع النهاردة من 25 ل26، هجين 21، بلدي حر 13، بلدي مشعر 14. اما بقى عن الكتكوت الابيض، الاهالي النهاردة للأسف ارض معمل بادئ من 40 ل43، والشركات يا جماعة حاجة يعني لا يصدقها عقل، بادئ من 45 لشركات النهاردة معلنها 54 جنيه. انت متخيل يا مؤمن النهاردة يبقى عندك كتكوت بالسعر ده؟ هل التكلفة هتغطي؟ الله اعلم. هل الكتكوت النهاردة لما يدخل بالسعر ده هيطلع فرخة في السوق بكامل المستهلك؟ الله المستعان. الحكاية دي يا جماعة يعني لعبة خطر اللي بيحصل دلوقتي، هيعمل فجوة في الأسعار، هيعمل ارتفاعات في أسعار اللحم، صدقوني وافتكروا الكلام ده، الكتكوت اللي بيدخل النهاردة ده هيعمل أسعار مرعبة لأسعار اللحم. ربنا يستر على المربي، وربنا يستر على المستهلك اللي هيشتري الكتكوت ده فرخة في السوق بعد 35 يوم. دي كانت الأسعار المعلنة النهاردة، ودي كانت حلقتنا. بجد نتمنى
القادم يكون أفضل، نتمنى الخير لبلدنا، نتمنى إن اللي بيحصل ده يكون له يعني رجعة عن اللي بيحصل، لأن بصراحة العواقب بتاعته مش هتبقى يعني مريحة للجميع. دي كانت حلقتنا النهاردة، ودي كانت الأسعار، نتمنى يكون القادم أفضل. بحبكم جدا في الله، شكرا جدا على حسن المتابعة، شكرا لكل إخواتنا من مصر ومن الدول العربية، بحبكم جدا جدا في الله، شكرا على الثقة الغالية. استنونا في حلقة جديدة، واللي لسه مش مشترك معانا يعمل الاشتراك، هيستفاد كتير جدا. لايك للفيديو وشيروا المحتوى علشان الغير يستفيد، واستنونا في حلقة جديدة، أشوفكم تاني بألف صحة وخير، تحياتي للجميع.